اول شي رح ابدا فيه هو شوربة العدس. عندي هون عدس مجروش، عدس احمر مع رز مخلوطين ومغسولين مزبوط، وهلا بدي احطهم بقلب الطنجرة تاعيتي. انا مكترة كمية العدس لانه بعمل الشوربة على يومين وممكن على ثلاثة كمان اذا ضل، ما بيصير لها شي ابدا بالبراد. برد تحت النار وهلا بدي زيد لها المي. اكيد المي مش لتغمرها اكتر لانه حبة العدس بتفتح وبتنفش وبتاخد المي اللي بتحطوا لهم اياها. هلا هيك تمام، وبراقبها لحتى شوف اذا بدها مي برجع بزيد لها مي. مثل ما شايفين طلعت هيك رغوة بيضة، اكيد هيدي لازم تنشال لانه اذا ما شلتوها ممكن تفور وتطليلكن الدنيا، لازم تنشال. وهلا عم يغلي العدس، رح وطي النار تحته واتركه يستوي على قلم مهله. اذا طلع عليه اذا بده مي برجع بزيد له مي. شايفين كيف شربت الميات كلياتهم؟ هلا برجع بزيد فوق منها كمان مي، وهلا رح غطيها واتركها لحتى تستوي. هلا هو العدس عم يستوي، عندي هون بصلتين وسط فرمتهم فرم ناعم، رح احط عليهم شوية زيت نباتي، بدور تحت النار وقليهم. مثل ما شايفين البصلة بلشت تحمر، انا ما بدي اياها حمراء، بس هيك تلوينة صغيرة، وبدي ادلقها فوق العدس. هلا رح زيد عليهم البصلة، العدس بلش يستوي. هلا بدي اطحنه شوي صغيرة، وهلا رح اطحن العدس طحنة بسيطة مش كتير. شايفين كيف طحنته؟ يعني بقلبه بعد في شقف، ما انطحن على الاخر. هلا رح زيد معلقة كركم، عقدة صفرة يعني، معلقة كبيرة بيعطيها لون وطعم كتير طيب. مرقة الخضار كمان معلقة كبيرة، وتنتبهوا للملح، معلقة كبيرة بودرة الخضار، شوية كمون كمان معلقة كبيرة، واخر شيء اذا بدكم بتزيدوا معلقة زبدة او سمنة بلدية بتعطيها طعم روعة. رح زيد لها شوية مي كمان، رح زيد الملح، وهيك الشوربة عندي بتكون خلصت. رح حطها على جنب وبلش بطبختي التانية. عندي 2 كيلو من رقبة الغنم، هلأ حطيتهم، أنا غسلتهم مزبوط وحطيتهم بالطنجرة، وهلأ حدور النار تحتهم. رح زيد عليهم مي شرب، هلأ رح أنطر لتطلع الزفرة بشيلها ومشو شو رح نعمل بعد. هلأ رح شيل الزفرة، من بعد ما شلت الزفرة عندي هون ورق غار، عودين قرفة وحب هيل، غسلتهم مظبوط قبل ما احطهم، حطيتهم فوقهم. وهلا بدي زيد كمان المسمار او القرنفل، عودين القرنفل كمان هي اللي بتجيب الطعمة، طعمة هيدي الكبسة. كمان رح ازيد شوية فلفل حلو، فلفل فرنجي شوي صغيرة يعني معلقة صغيرة، مقطعة بندورة وبصل مثل ما شايفين ناعم، زغرتهم كتير عشان يستووا مزبوط بقلب الطبخة. هزيدهم فوق اللحمة، رح حركهم لحتى ينزلوا، يعني قصيتهم صغير صغير حتى ما ياخدوا مطرح ويدوبوا على السريع. انا بدي المرقة تتلون منهم وتتنكه. هلا بلشت تغلي المي مثل ما شايفين، رح اضغط الطنجرة عندي واتركها لحتى تستوي، بدها تقريبا شي نص ساعة. رح اضغطها واتركها نص ساعة وبرجع بطلع عليها. حطيت سمنة بقلب الطنجرة، وهلا رح زيد شوية زيت. هلا رح زيد عندي هون بصلة، بصلتين وسط، رح زيدهم فوق الزيت والسمنة،
رح قلب البصلة لحتى تشقر. بس تشقر البصلة رح انزل بالرز، مثل ما قلت لكم مغسول ومش منقوع. رح حرك الرزات مع البصل، رح قليهم نتفة صغيرة، لانه مثل ما كلنا بنعرف انه الرز لازم يتقلى شوي لحتى يطلع مفلفل ومهرهر. رح زيد عليهم نتفة قرفة مع الأصغيرة، كمان رح زيد مع الأصغيرة 7 بهارات، ورح زيد شوية فلفل فرنجي كمان معلقة نص مع الأصغيرة، ورح حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لون المرقة؟ رائع. رح وطي النار على الآخر على الواحد. رح زيد ملح تقريبا معلقة مع الطعام ملح. هلا رح غطي الرز وحطه على نار على الواحد. هي الرز نشوفه خلص. رح نشوف روعة روعة روعة. شايفين؟ واو. رح نرجع نسكره ونتركه لوقت السكب. وهي الفتوش ملك السفرة على رمضان. رح حطيت انا معلقة سماق، رح زيد فوق منهم شوية ملح. رح حط كمان انا هون بستعمل التيميان يلي هو الزعتر البري، كمان بيطلع كتير طيب بالفتوش. شوية تيميان. رح زيد الحامض، الليمون الحامض، ورح زيد زيت الزيتون. هلا بدي شيل منهم لزوجي وبرجع بتبلهم مع البندورة. رح اخلطهم، يعني لسه ما انوجدت عنا البقلة لنحط. وزعتر اخضر مستحيل نلاقي، يعني لو في زعتر اخضر وبقلة كنا حطينا. هلا رح شله لزوجي بجاطه على قده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا رح اخلط البندورة. عندي هون كمان فيرمين بندورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا رح زد لهم كمان شوية زيت. صار جاهز عنا. ما بنحط له ابدا الخبز لحتى الخبز ما يدبل، بنحطه على الوجه وبساعة الساعة بس لا بدنا ناكل بنخلطه بالجاط اللي بدنا نقدم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الفتوش صار جاهز. رح احط الخبز على الوجه مثل ما شايفين هيك بهي الطريقة بالنص بكفي. هلا رح اسكب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين مهرهر ترهر ما شاء الله. وهلا رح نحط المكسرات على الوجه مثل ما شايفين. واو الريحة غير شكل. وهيك كانت سفرتنا اليوم. سفرتنا شهية مثل ما شايفين، والحمد لله على النعمة. هاي الفتوش وهيدي الكبسة وهيدا هول المعجنات كنتي عملتهم، والفتوش كمان كنتي فرمته. وهيك منقلكم إذا حبيتوا الفيديو ياريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. تشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد. باي باي ورمضان كريم.